نشرة ظهيرة من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أهلا فاطمة. أهلا حسين، تحية لحضرتكم وإلى التفاصيل. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة، حيث انطلقت أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 33 تحت عنوان الاجتهاد ضرورة العصر، ويعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفتي وعالم ومفكر وإعلامي. خلال كلمته التي تلقاها أمام المؤتمر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، أكد وزير أوقافي دكتور محمد مختار جمعة أن العالم الإسلامي يمر بمرحلة في غاية الدقة والخطورة، محذرا في الوقت نفسه من خطوة الفتوى من غير علم، كما شدد على أن المساس بثوابت العقيدة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب. نؤكد أن المساس بثوابت العقيدة والتجلؤ عليها وإنكار ما استقل منها في وجدان الأمة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب، وخاصة في ظل الظروف التي نمر بها، لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات أو الإسقاطات، لأن بعضها يكون عن عمد، لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات أو الإسقاطات لترويج شائعات التفويت في الثوابت، مما ينبغي التنبه له والحذر منه. فإذا أردنا أن نقضي على التشدد من جذوره فلا بد أن نقضي وبنفس القوة والحسم على كل وجوه التسيب والانحلال حتى نقتلع التسيب من جذوره، فلكل فعل رد فعل مساو له في النسبة ومعاكس له في الاتجاه. وفي كلمته أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الاجتهاد المؤسسي الآمن هو الذي يحقق مفهوم الفتوى الآمنة التي تدعم الأمن والاستقرار للمجتمعات كافة، وأشار إلى أن هذا الاجتهاد المؤسسي هو الضمانة الحقيقية لحماية الأمة من الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي تطلقها الجماعات المتطرفة التي تجرأت على الشريعة. الاجتهاد الجماعي المؤسسي هو الاجتهاد الآمن الذي يحقق لنا مفهوم الفتوى الآمنة التي تدعم الأمن والسلامة والاستقرار للمجتمعات والشعوب كافة. والاجتهاد الجماعي هو الضمانة الحقيقية لحماية الأمة من هجمات الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي يطلقها بين الفينة والأخرى قوم تجرأوا على الشريعة الغراء فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا بتلك الفتاوى الشاذة التي سببت كثيرا من الفتن والاضطرابات والقلاقل في المجتمعات العربية والإسلامية، حيث تسببت في تدمير دول وتشريد شعوب. والاجتهاد الجماعي المؤسسي هو الأمل، هو الأمل في القضاء على مشروع الإرهاب الجماعي الذي تتبناه الجماعات المتطرفة، والتي جعلت من السيطرة على الحكم بأي وسيلة هدفا أسمى مهما كلف ذلك من دماء وفتن وانقسامات. هذا وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن بعض التنظيمات المتطرفة استغلت خلال العقود الماضية غياب الوعي عند بعض فئات المجتمع في الدول الإسلامية بهدف نشر أفكارها الهدامة، موضحا أن الاجتهاد القائم على الفكر المستنير ضرورة ملحة لحماية وتحصيل النشء من هذه الأفكار. كما أكد العسومي أن البرلمان العربي على استعداد تام للمشاركة في أي عمل جماعي يسهم في تحقيق هذا الهدف. على مدار العقود المنصرمة استغلت بعض التنظيمات التكفيرية المتطرفة غياب الوعي الديني لدى بعض الفئات، واعتمدت على ذلك لنشر فكرها الضرامي البغيض واعتقاداتها المنحرفة عن صحيح الدين، مستهدفة بشكل خاص فئة الشباب الذين يمثلون نواة تقدم ونهضة مجتمعاتنا العربية والإسلامية. لذلك فإننا في حاجة ماسة إلى حماية وتحصين هذا النشء من تلك الأفكار الهدامة التي تحاول جماعات الظلام المتطرفة بثها في عقولهم ونفوسهم، ولن يتم ذلك إلا من خلال اجتهاد معاصر، فهو سلاحنا الرئيسي في معركة التنوير الفكري والحضارية التي يخوضها العلماء الأمة في مواجهة تلك الجماعات. الحضور الكريم، إن البرلمان العربي يولي اهتماما كبيرا لقضية الاجتهاد المعاصر، إدراكا منا بأن نشر الوعي والفكر الرشيد بمثابة حجر الأساس لتقدم مجتمعاتنا العربية والإسلامية،
ويدعم كافة الجهود المخلصة التي تقومون بها، كما أنه على استعداد تام للإنخراط في أي عمل جماعي يساهم في تحقيق هذا الهدف. يلقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان شكري قد شارك في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والعراق والأردن واليمن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة. واستعرض وزير الخارجية الموقف المصري من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة في سوريا، فضلا عن الملف اليمني وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي. الاجتماع تناول أيضا العلاقات الاستراتيجية والشراكة المتنامية بين الدول المشاركة فيه. وخلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في نيويورك، أكد شكري استمرار مصر في جهودها الرامية نحو دعم الحل السياسي في سوريا في إطار الاهتمام المصري بإنهاء الأزمة السورية وتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق. وقد اطلع المبعوث الأممي وزير الخارجية على تطورات الأزمة، حيث عاد شكري التأكيد على الأولوية التي توليها مصر لتحريك مختلف مسارات حل حالة الأزمة وأهمية تكثيف الجهود في هذا الشأن. تم التأكيد في اللقاء على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري. أكد شكري أهمية استمرار التنسيق من أجل دفع الحل السياسي قدما. كما شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لمجموعة 77 زائد الصين برئاسة وزير خارجية باكستان. وأشار شكري إلى وجود وتيرة متسارعة لتداعيات تغير المناخ واتساع نطاقها وحدتها، مشددا على ضرورة التنفيذ الفوري لتعهدات والتزامات المناخ، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال مؤتمر كوب 27. واستعرض شكري محاور رؤية مصر لتنفيذ تعهدات المناخ التي تستند إلى ضرورة تعزيز الإسهامات المحددة وطنيا في مجال خفض الانبعاثات وتحقيق المزيد من التقدم على صعيد التكيف مع تغير المناخ وتوفير التمويل الكافي ودفع جهود الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة. أكدت الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية دعمها الكامل لوساطة الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة ما بين الأطراف الليبية. جاء هذا بعد اجتماع ممثلين كبار من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة الأزمة في ليبيا. أكد المسؤولون مساندتهم للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باثيلي الذي يبدأ مهامه لدعم الاستقرار والمصالحة في ليبيا. شدد المسؤولون على أن وساطة الأمم المتحدة تستهدف وضع أساس دستوري لتأمين انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تشمل الجميع في ليبيا وفي أقرب وقت ممكن. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضرورة مواجهة الاحتجاجات في بلاده بحزم. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوع بعد وفاة الشابة مهسا أميني إلى 35 وفقا لوسائل إعلام رسمية. واتسع نطاق الاحتجاجات التي تشهدها إيران ليشمل عشرة المدن، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع الرئيسة بما في ذلك في العاصمة طهران. من جانبه شدد وزير الداخلية الإيراني على أن أميني لم تتعرض للضرب، مشيرا إلى أن الحكومة تحقق في سبب الوفاة. وفي العراق، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل أكثر من 20 إرهابيا من بينهم قيادة بارزة في تنظيم داعش في عمليات إنزال جوي بمناطق متفرقة من البلاد. وقد صرح اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية نفذت خلال الأيام الأخيرة عددا كبيرا من عمليات الإنزال الجوي وشملت مناطق مهمة وصعبة كان يتحصن بها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي. ارتفعت حصيلة ضحايا حادث غرق القارب الذي كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل طرطوس السورية، ارتفع إلى أكثر من 86 قتيلا، وذلك في حصيلة غير نهائية تعد الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من لبنان.
كان وزير النقل اللبناني قد صرح بأن غالبية ركاب القارب الذي غرق بعد إبحاره من لبنان هم من اللبنانيين واللاجئين السوريين. ومن جانبه طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون توفير كافة التسهيلات لأسر الضحايا، بينما طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قائد الجيش اللبناني الحزم في مراقبة الشواطئ لمكافحة الهجرة غير الشرعية. لليوم الثاني على التوالي تتواصل عملية التصويت في الاستفتاءات التي تهدف إلى ضم 4 مناطق تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، هي لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا. من المقرر أن يستمر التصويت في هذه المناطق التي تمثل نحو 15% من الأراضي الأوكرانية حتى يوم الثلاثاء المقبل. وقد تم توفير مراكز تصويت في موسكو لسكان هذه المناطق الذين يعيشون حاليا في روسيا. في المقابل قالت كييف إن التصويت في المناطق الأربعة يتم بشكل إلزامي، إذ يتعرض السكان لتهديدات بالعقاب في حال عدم المشاركة بحسب قولها. في السياق، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن برد سريع وحازم حال ضمت روسيا أي أراض أوكرانية. ووصف الرئيس الأمريكي الاستفتاءات التي تنظمها روسيا لضم 4 مناطق تسيطر عليها أوكرانيا وصفها بالزائفة، مؤكدا عدم اعتراف واشنطن بضم أي أراض أوكرانية لروسيا. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها لفرض إجراءات اقتصادية إضافية ضد روسيا إذا هي ضمت أراضيا أوكرانية. فيما له صلة أيضا بأوكرانيا، قالت بريطانيا إن روسيا قصفت سد في شمال شرق أوكرانيا مستخدمة صواريخ باليستية قصيرة المدى أو أسلحة مماثلة. في غضون هذا، أعلن الجيش الأوكراني استعادة بلدة ياسكيفكا من القوات الروسية في مدينة دونيتسك بشرق البلاد. أشار الجيش الأوكراني إلى أن استمرار قواته في الهجوم المضاد بشرقي البلاد سيتيح لكييف استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة في منطقة خاركيف المجاورة. أعلنت أوكرانيا تصدير 4,700,000 طن من المواد الغذائية بموجب اتفاق الحبوب. وأوضحت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن إجمالية 211 سفينة محملة بالمنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا حتى الآن، وأن هناك 8 سفن تحمل أكثر من 1,000,000 طن من المنتجات الزراعية من المقرر أن تغادر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود. وأكدت الوزارة أن هذه الموانئ قادرة على شحن وإرسال ما بين 100 إلى 150 سفينة شحن شهريا. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. شكرا فاطمة، شكرا لكم وإلى ملتقى.